محسن، قبل ما نروح لتشكيل اليوم ونتكلم عن تشكيل مارسيل كولر لمواجهه البنك الاهلي اليوم، عايز اسال حضرتك عن شكل المنافسه في العموم في الدوري الممتاز السنه دي. دوري السنه دي قصير 25 مباراه، دوري صعب، دوري قوي، طموحات الانديه كمان. النهارده بنشوف طموحات الانديه، النادي الاهلي دايما بيلعب على المنافسه وعلى البطوله وعلى الصداره. بنشوف في انديه الهدف بتاعها تبقى موجوده في المربع الذهبي، في انديه عايزه تلعب في بطوله الكونفدراليه او في بطوله دوري الابطال، في انديه بتصارع على الهبوط. شايف المنافسه ازاي مع طموحات الانديه؟ وفي بدايه كل موسم بتسمع تصريحات بعضها واقعي وبعضها احلام. احلام احلام يعني تجد انه فريق في نهايه الموسم هبط، ترجع لتصريحاته في بدايه الموسم يقول لك انا هنافس او انا هدخل المربع او انا هبقى في المنطقه الدافئه، ما بيقولش ان انا ححبط او انه مستوايا مش هيساعدني ان انا استمر. ففي طموح وله اصحابه اللي بيمتلكوا امكانيات تحقيق هذا الطموح. لما نتكلم على البطوله يبقى نتكلم على الاهلي، يبقى نتكلم على الزمالك، نتكلم على بيراميدز. ظهر في الصوره النادي المصري بدا يزاحم. الاتحاد قبل الهزيمه امس كان بدا يزاحم على المقدمه. فدي الانديه اللي هي عندها مقومات المنافسه على البطوله، بالاضافه الى طبعا في فرق زي سيراميكا اثبتت جداره ومستوى عالي جدا، من الممكن تعمل مفاجات ولكن ليس البطوله. لكن بطوله الدوري مختلفه، انها بطوله النفس الطويل غير بطوله الكاس او بطوله سوبر مصري من 3-4 مباريات او ماتش او ماتشين. لكن الدوري ليه حساباته الخاصه يا كابتن محسن. اكيد طبعا، دي متوقفه اولا على خبرات سابقه، على تاريخ، على امكانيات جماهيريه، على جماهيريه، على اعلاميه، كل العوامل دي بتشكل البطل في النهايه. لكن ما تقولش فريق صاعد وهيفوز بالدوري، لا ده مش هتحصل. او تبقى مفاجاه المفاجات، او انه يدخل في المربع. فعاده الفرق اللي هي بتصعد بتاخد وقت طويل جدا عشان تبدا تقول ان انا بنافس. يعني عندنا مثلا زي نادي المقاولين لما كان صاعد من الدرجه الثانيه ودخل الدوري الممتاز، عمل نتائج باهره جدا وقعد يكافح سنين طويله الى ان حصل على بطولات، ولكنه لم يحصل على الجماهيريه ولم يحصل على الاعلام، وبالتالي بدا الفريق يتهاوى مع زيادة أسعار اللاعبين وكلفة كرة القدم. فالكلفة دي أدت إلى هبوط أندية عريقة جدا، أندية كبيرة جدا. لما نتكلم على الأولمبي، على المنصورة، يعني على السويس، كل دي فرق كانت عريقة في الدوري ولكن الإمكانيات المادية حالت دون الاستمرار. لكن لما نتكلم على الطموح أنا بقسمها لمراحل، فريق عنده طموح وطموح واقعي المجموعة اللي أنا قلتها، وفريق عنده ثقة في انه هو مش هينزل. فدي يعني انا بحطها ايه، انه لا طموح ولا خوف. ده لا خوف، انا مش خايف، ولكن في فرق تانية يعني مؤكد انها هتنافس على الهبوط. امتى نحدد الكلام ده؟ بعد منتصف الدوري او بعد مرور 6-7 اسابيع نبدا نتكلم. لكن جدول التدريب الترتيب النهارده ما يديش صلاحيه لاي انسان يقول ده هو البطل وده هو اللي هينزل، لان لسه كره القدم فيها كثير. نتمنى انه الكل يكون عنده طموح واقعي مش طموح احلام. لكن طموحات النادي الاهلي دايما واقعيه. اكيد طبعا، اكيد ده شيء طبيعي يعني.